الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tonight we're happy to have visitors. They're coming to tell you about a project they have. It's not a fundraising, but it is an awareness message to you. Not only you need to be aware of things like this, but you need to be proud that someone is doing it actually on behalf of the Muslim community. This organization is about a free clinic. A group of doctors, they come together under the supervision of this organization where they have all the doctors volunteer their service for free. They have all kinds of specialty, mashallah. So it's open for Muslims and non-Muslims. Imagine when non-Muslims go there and get free treatment and they ask who did this and they say so and so and so and so and all Muslim names. Wouldn't that sound and resonate very well in the society? Yes, it will. And that is a one way of doing da'wah. So I would like you to not only know about this, and I want you to pray for them that they are successful. They started when, and actually they are about how many? You want to speak up, please, bro? Come here. So they for 10 years, why don't you just tell us more about it? So please listen carefully to this organization, okay? And support them, whatever.
صلاة التراويح أثابكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت من سورة النساء حتى أتيت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان In this hadith, Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam told me recite for me the Qur'an, or recite to me al-Qur'an. I said to him, Ya Rasulullah, do I recite to you when the Qur'an was revealed to you? He said, yes, I would like to hear it from others. So Abdullah ibn Mas'ud said, I started reciting from Surah An-Nisa until I reached the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala said, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ And so how it will be when
we will bring from each nation a witness over them. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. And we bring you as a witness of these people. Here, Nabi alayhi salam told him, حَسْبُكَ الْآن. Enough, stop here. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said, I turned and I saw the Prophet's eyes flooded with tears. All right, this ayah is an amazing ayah, and subhanAllah, it coincides with the verse that the Sheikh was reciting, وَجَأَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. It's an amazing ayah, this verse. All right, what came before it and what came after it is very important as well. Because before it, Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Then came, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا. Then the ayah finishes, then يَوْمَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. It's an amazing verse, the verse that came before it and the verse that came before after it. The verse that came before it, it tells us that Allah Azza wa Jalla will not oppress, will not deal with anyone unjustly. And if anyone brings the little bit of hasana, Allah Azza wa Jalla will multiply it and he will give from his mercy, out of his mercy, without account. Then the witnessing came. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, يَوْمَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ إِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ. On that day, which is the day of judgment, those who disbelieve, those who denied Allah Azza wa Jalla and disobeyed the messenger, الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ, لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ, they would wish if they go under the earth or themselves they turn to dust. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. And no one will be able to hide anything from Allah Azza wa Jalla on that day. No one. So, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in this verse is told that he will be witness over us, me and you. The scholars of tafsir, they say, جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Does it mean the Sahaba, هَؤُلَاءِ, the Sahaba who lived with him, or does it mean the Ummah in general? They agree that it means the Ummah in general, the entire Ummah in general. So know that the Prophet ﷺ will be your witness on the Day of Judgment. Now, every Ummah, believe it or not, will come with its witness. In Surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla said, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. The verse here, إِمَامِهِمْ, some scholars interpret it as their book. But it also means as their every nation will be called with their prophet. So every nation will have their prophet leading it. What's going to happen is some nations, or most of the nations, they will deny that the messenger or the prophet gave the message. Here, the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will witness and testify for this messenger that he did indeed convey the message. We will witness against the Ummah of Nuh, against the Ummah of Hud, Salih, Lut, all of those. Okay, but the Prophet ﷺ will witness over us. Over us. And I want you to imagine, it's not an easy situation. If the witness cries, because of the, how great is the matter on that day, what about the one who is being witnessed? Us. We're talking about the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is crying because he's going to be a witness. That's all. But what about us? So it's very important that every Muslim should be very careful what he does, what he says. All right. Then the ayah says, on that day, those who denied Allah Azza wa Jalla, who disbelieved in Allah Azza wa Jalla and disobeyed the messenger, they would wish to hide under the earth or they turn themselves to a dust. Why? I'll give you an example. Even you, the believer, you would wish that you want to hide when you see your errors, your sins. Let me tell you this. Sometimes you fall in a situation with somebody that you respect. Let's say Abdullah respects Muhammad. He respects Muhammad a lot, right? And they got in a situation that Abdullah was very embarrassed. And what would he say? Wallahi, tmanit in kun tahta al-ard. Right?
I wished I was under the earth and was not in the situation with Muhammad. Imagine, you say it, right? This is with a human being like you. Imagine the situation now with Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine. Situation with Allah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is there too. Shaheed, al-Malaika, al-Malak, that Sheikh was reciting earlier, is there too. Where do you want to put yourself? It's so embarrassing, you want to not to turn to dust, basically. I say, I wish I'm a dust now. Right now, I'm turab, and it's over. I don't want to be exposed. It's very important. Now, Allah Azza wa Jalla will honor some of the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He will honor the scholars, and he will let them witness on the Day of Judgment as well, with the Anbiya. Allah Azza wa Jalla said in Surah Saba, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ. Those who have knowledge, they will see that what was revealed to you is al-haq. And they will witness on that on the Day of Judgment. Because on the Day of Judgment, العلماء, they will have two types of witnessing. شهادة عليا وشهادة سفلى. شهادة العليا, they witness that what Allah Azza wa Jalla has revealed is al-haq, and that Allah Azza wa Jalla is the Lord and is the God that was supposed to be worshipped on this earth. Allah Azza wa Jalla said it in Surah Ali Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Allah Azza wa Jalla witnessed, الملائكة will witness on the day, and the scholars will witness as well. That yes, Allah Azza wa Jalla is the Lord. He was the one who was worthy of worship on earth. He is. Okay. There is a hint for this as well in Surah Az-Zumar, in which Allah Azza wa Jalla said, وجئ بالنبيين والصديق وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الشهداء here, some scholars, they say it means the martyrs. But some scholars say it is the witnesses on the Day of Judgment. And again, these witnesses are selected by Allah subhanahu wa ta'ala, and these are the people who conveyed the message of Allah Azza wa Jalla in this dunya. The Muslim should be very careful. Like I said, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam cried from the magnitude of the situation, how big is this situation, then we should all be very careful. And these last days of Ramadan, if there is anybody who has disagreement with someone, who has money owed to someone, who has transgressed against someone, let him go and ask for forgiveness, ask for permission, ask for to open the heart and to forgive each other and pardon each other. Because on that day, and of course, if there is something between you and Allah Azza wa Jalla, that's the first thing you need to also take care of. The first thing you need to take care of, if you don't pray, if you don't close your eyes from the things that you're not supposed to look at, if you don't close your ears from the things that you're not supposed to hear, if you don't stop walking from the places that you should not be at, if you don't do things that you should not do with your hands, be very careful. Make sure this Ramadan you clean yourself, because you never know. We ask Allah Azza wa Jalla to give us a long life inshallah, in Iman and in health. But you never know. We know a lot of people who were with us last Ramadan, they are not here with us this Ramadan. So أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتوبة نصوحة صادقة يا رب العالمين. وقل من صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله سمع الله لمن حمده الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا يقربنا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما القضاء به جرى وارحم أحبتنا وأخيار الورى واجعل لنا الرزق الحلال ميسرا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتقبل منا صالح أعمالنا. ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا
ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اغفر لنا ارحمنا يسر لنا أمورنا اشرح لنا صدورنا ارحمنا وآباءنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار. فرج عن عبادك المؤمنين، فرج عن عبادك المسلمين، فرج عن عبادك المستضعفين. اللهم اكشف كروبهم، اللهم اكشف كروبهم ويسر أمورهم وارفع الظلم عنهم، وارفع الظلم عنهم. أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. لا تقطع منك رجانا وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا غياثنا، يا ملاذنا، يا رجاءنا، يا رازقنا، يا الله. دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، فاستجب كما وعدتنا، فاستجب كما وعدتنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله